طب انتي بتختاري ضيوفك يا يارا بناء على ايه؟ بصي انا الحمد لله عندي عارفه الانتويشن، فبيبقى في ناس كده معينه اخش مكان الاقي ناس بتنور اكن حواليها كده نور هالة. معين، هاله معينه، وببقى حاسه ان الشخص ده هعرف اقعد اتكلم معاه. وفي جميع يعني الحمد لله يعني 99.9% بيطلع مظبوط. بتحسي بالظبط. فبحس بالناس اللي هتعرف يبقى عندها نفس الصدى ده، هتعرف تتكلم اللغه دي، هتعرف ان هي تقعد لحظه يعني عارفه يفتح تتفلسف، قلبه يفتح قلبه ويتفلسف شويه يعني، صح. او ينظر لنفسه بطريقه داخليه شويه. لان على فكره انت ممكن فعلا زي ما انت بتقولي ممكن يكون واحد محقق حاجات كتيره جدا في حياته، او واحده محققه حاجات كتيره جدا في حياتها، ولما تيجي تتكلمي بقى بجد معاه من جوه تلاقي مفيش قوي، ممكن يكون براجماتيك قوي وبني ادم عملي جدا ما بالظبط بيوقفش ثانيه ويحس بالاحاسيس الموجوده بالظبط. الكتيره دي. ولما حاجه برضو اكتشفتها، عارفه انا في الاول كنت بقول لا انا هم ناس معينه، هي ناس معينه بس الجوا دي فيفر اللي هم الناس اللي عندها المتعة في الهاله الحياة. دي، او بتفهم يعني ايه متعه الحياه دي. بعدين اكتشفت انه في يعني لو دعبستي كفايه في داخل كل حد، لو خد المساحه الامنه بتاعته والوقت بتاعه، هتلاقي عنده حتة كده اللي هو الحتة اللي بيهرب منها، بيهرب. ممكن يبقى يعني شخص عقلاني جدا وكل حاجة، بس لو اديتينه المساحة دي يطلع اللي جوه. بس هيعرف يكونكت اللي جوه. انت فاهمة قصدي؟ فاهمة. فالجمال برضو انه ده جوانا كلنا، يعني هو مش حاجة سبيشال انه يارا وصحابها اللي صح. شكلهم كده، لا مفيش كده، هو كلنا كده، بس ندي المساحة لبعض ان احنا نطلع ده. فاهمة قصدي؟ مظبوط. واللي قدامك كمان يدي لنفسه الفرصة ان هو يعرف يطلع اللي جواه. طبعا. طب بتختاري الضيوف مثلا بناء على مثلا عنده قصة او موقف معين، ولا بس ان هو بتحسي بالضيف ده شخصيته ان هو ممكن يطلع حاجة تفيد الغير؟ بصي أنا مقتنعة إنه كلنا عندنا قصص ملهمة. أي حد فينا لو قعد حكى قصته بطريقة معينة هتبقى قصة ملهمة، ومش بطريقة معينة، يعني إن كلنا عندنا صعوبات وكلنا بنمر بحاجات صعبة جدا وبنعديها، وحاجات تانية بنعطل شوية وبعدين بنعديها. فاهم قصدي؟ فكل إنسان عنده بسميهم pearls of wisdom، عنده مدام عاش يبقى أكيد عنده، بس هما إيه وهيطلعوا إزاي وهيفيدوا الباقيين إزاي، هو ده اللي أنا بحاول إن أنا أطلعه من كل حد. طب الضيوف اللي انت دايما بتختاريهم بيكون عندهم قصص في الحياه، بتحسي ان في عامل مشترك بين معظم ضيوفك؟ مثلا كلهم مثلا عندهم حته صبر، كلهم مثلا عندهم حته طموح، تصالح نفسي تصالح نفسي كلهم. يعني معظمهم بيبقى عندهم ان هم ممكن يكونوا شايفين نفسهم بطريقه صادقه، وده مش معناها ان هم كلها حلاوه، صح، بس بطريقه صادقه ان هو هيقدر ان هو يقعد يقول انا شايف 1 2 3، ويبقى صادق كفايه مع نفسه انه يعرف يقولها، وسامح لنفسه ان هو يبقى vulnerable، يعني مش عارفه انتي انا مش عارفه اجيب لك الترجمه حاليا بصراحه، ولا انا عارفه يعني اجيبها، ممكن بس تكون كلمه زي ان هو يكون مستعد انه يطلع اللي جواه. بالظبط. اوكي. مش خايف، مش حاطط 100 وش بالظبط. يعني، مش او حاطط حاجز. او حاجز. ان احنا دايما بنبقى يعني في الحياه بتعلمنا انها مش امنه، مش حياه امنه، فبنقعد نحط حواجز 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 حوالين نفسنا لحد ما احنا نفسنا نختفي، يعني جوهرنا يختفي. فبرضه المساحه اللي بتتعامل في البودكاست ده ان هي تخليكي تعرفي الشخص ده بجد، ولما الشخص ده يبتدي يبقى عشان هو عنده تسامح يعني او تصالح مع نفسه، هيوريكي نفسه، هيسمح لنفسه ان هو يوري نفسه.